شوف انا ما غاديش نكون لا محايده ولا مع شي حد، لان بالنسبه ليا كنعتبر حتى انا بحالي بحال الجمهور، ما نهدرش باش ما نكونش متحيزه لشي طرف. انا كجمهور الا كان فعلا الناس ظلموا والقضاء خدا الحكم ديالو والعداله خدات المجرى ديالها، فهاد الشيء اللي واقع دابا والناس اللي تحكموا راهم قانونيا خداو جزائهم الا كان فريمون كاين ظلم ولا. اما فنيا الا جيت نهضر على فنانين، احنا شفنا بان كاينه فنانه وحده اللي تقاست بزاف وهي الفنانه كبيره دنيا باطمة. انا بالطبع من نهار بديت انا دائما كنت فان ديالها وغنبقى من نهار بديت، وانا هذيك الفنانه عزيزه عليا بزاف وكنحترمها بزاف، ومن الناس اللي بعيدا على انني فنانه كنعشق الصوت ديالها. بالنسبه لهذا الشيء اللي واقع معاها، الحاجه الوحيده اللي نقدر نقول هو الواحد ما يظلمش حتى نشوفوا الحقيقه فين كاينه، لان ما عرفناش شكون الظالم شكون المظلوم، تقدر تكون هي ضحيه، احنا مازال ما عارفين والو. واللي المشكل اللي كبر من هذا هو اننا اولاد بلادنا، يعني الا جينا نشوفوا في العالم العربي اللي كيشوفوا فينا، نحتضنوا اولاد بلادنا ونوقفوا معاهم. احنا الا جينا نضربوا في بعضياتنا ما بقى حتى شي واحد اللي غيدافع علينا، فهي كيف ما بغات تكون كتبقى بنت البلاد، سواء هي سواء غلامور سواء هما، الله يخفف عليهم وان شاء الله الله يرزق والديهم وعائلتهم الصبر. ولكن هي لو كان كانت شي حاجه ضدها انا كنقول قانونيا كون كانت ظالمه ما تكونش حره. فكنتمنى ان شاء الله من القلب انه فعلا ما تكون حتى شي حاجه بحال اللي انا حاسه، والله يسهل عليها والله ينصرها وصافي. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.